منطقة زراعية في مصر حيث تسيطر العقيدة والعادات، وعلى رأس الممارسات القديمة التي ما زالت سائدة ختان الإناث. الضحايا في أغلب الأحيان ما بين 9 و13 من العمر، والممارسات تتم باسم الترويج للعفة كما يراها البعض كواجب ديني. يقول المحققون إن الختان أفقد سهير حياتها. هذه الفتاة كانت واحدة من أفضل التلميذات في فصلها الدراسي. خارج منزلها في قرية قرب مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، قال لنا أقرباؤها إن وفاتها كانت إرادة الله وأنهم والطبيب لا يلامون على ذلك. قال حسن عم الفتاة: الطيارة دي بتبقى حتة الجنس دي، يعني بتبقى عند الواحدة بتبقى شديدة. لكن صديقتها المقربة أميرة قالت لنا إن سهير كانت لديها هواجس ولم تكن تريد إجراء عملية الختان. كلمتنيش بصراحة، بس هي كانت خايفة قبل ما تروح، حتى كانت قالت لأختها إن هي آخر مرة هتروح تخيط الشوز بتاعها، كانت قالت لها إن دي آخر مرة ومعدش هروح تاني، كانت حاسة. قالت لنا حنان بائعة الخضروات في المنطقة إنها سوف تجري عملية الختان لابنتها عندما تكون في سن المراهقة. كان الأول جهلي بقى، كان نجيبه الحلاق في البيت ويطاروا في البيت، أما الوقت بعد تمدن بقى يروح اللي عند دكتور الجراحة ويشوف كده لو لها طارت الطار. هذا ما قام به والد سهير، ذهب إلى عيادة خاصة. قال لنا السكان إن الكثير من الفتيات أجرين عملية الختان فيها. تحدثنا إلى الطبيب في نفس العيادة الطبية وقد رفض ظهور أمام الكاميرا، كما نفى إجراء العملية للطفلة سهير، بل قال إنه عالجها من أمر آخر وأنها ماتت لأن شخصا آخر أعطاها مادة البنسلين التي كانت لديها حساسية منها. سهير مدفونة الآن بالقرب من منزلها. صديقاتها قلنا لنا إن حلمها كان أن تصبح صحفية، ويقول نشطاء في مجال حقوق الإنسان إن الأمر سيحتاج أكثر من محاكمة حتى يتم تجنب نفس المصير لفتيات أخريات. عز محي الدين، BBC.